في محافظة صلاح الدين وتحديدا في قضاء بلد قبة لمركز شخصية مميزة جدا وعجيبة. هذا المكان يحيط به هالة من القدسية والكرامات الكثيرة، وشاع بين أهالي بلد قديما وحتى حديثا كلمة منو اللي يحلف بسبع دجال كذب. شخصية صاحب هذا المكان استثنائية، تعالوا نتعرف على قصته. ولد السيد أبو جعفر محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام في قرية سوريا اللي أسسها الإمام الكاظم سلام الله عليه قرب المدينة المنورة. ولما اضطر الإمام علي الهادي عليه السلام القدوم إلى سامراء بسبب استدعاء السلطة العباسية له، ترك السيد محمد طفلا صغيرا في المدينة المنورة ونشأ في بيت آبائه الكرام. من جلالة قدره وعبادته وأخلاقه ظنت الناس أنه هو الإمام بعد أبيه، وكان شاب لذلك سعت السلطة العباسية للتخلص منه. أما كيف وصل إلى هذا المكان ومرقده في هذا المكان، إن شاء الله نتعرف على تفاصيل الموضوع. في شبابه وفي آخر عمره زار السيد محمد سلام الله عليه والده في سامراء، وبعد أن قرر الرجوع إلى المدينة المنورة مر بهذه المنطقة، ويقال كان لهم أراضي في هذا المكان، ومرض شديد بشكل مفاجئ جدا وتوفي ودفن في هذا المكان. سبب وفاته كان غريب وغامض. سبب ونوع المرض غير معروف، ووفاته تثير الشكوك، لذلك رجح الكثير من المؤرخين والباحثين على أن وفاته قد تكون بسبب سم دس إليه من السلطة العباسية، لأنه الناس كانوا يظنون أنه الإمام بعد أبيه، ولا يعلمون أنه الإمام بعد أبيه هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا المكان كان خالي من السكان، وزائرين مرقدين المطهرين للإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليهم السلام وحتى السيد محمد كانوا يحتمون بهذا المكان وصاحب هذا المكان إذا تعرضوا إلى قطاع الطرق أو اللصوص، لأن معروف عنه يشور. أما بالنسبة إلى لقبه سبع الدجيل فهو الأسد، وكذلك الدجيل هي هذه المنطقة مدفنة القريب من نهر الدجيل المتصل بنهر دجلة. الكرامات كثيرة، شفاء وقضاء حوائج، والناس تخاف تحلف باسمه كذب، وكثير من الأشخاص تأذوا لأنه حلفوا باسمه كذب، لذلك صارت الناس تلقبه أخو العباس. بالنسبة إلى المرقد المطهر وهذا الحرم المبارك، كانت عمارته بأمر العلامة زين العابدين السلماسي ودعم الملك أحمد خان، وتم تجديد عمارة هذا المكان أيضا على يد عضد الدولة البويهي، وأيضا تم تجديد عمارته مرة أخرى خلال قرون متلاحقة إلى أن وصل إلى هذا الشكل الجميل الذي يجذب أنظار الزائرين. كثير من الناس صارت عندهم قصص كرامات ويا السيد محمد سبع الدجيل عليه السلام، وانتم كم واحد بيكم عنده قصة ويا هذا السيد الجليل؟